and highways for no man. There ain't got time to shake your head. Hit that side jack, put it in pockets like a sack. Going downtown to see your man. There ain't got time to shake your head. Anyway, boom. نعرف انتم اذا كان انت في الفيديو قاعد تفرج فيه راك بازك دخلتوا من اللينك بارتاجيتو انا بازك دخلتوا من الشين تاع اليوتيوب نتاعي دخلت لها ولا حكي سو العنوان نتاعو باش يكون نعرف شنو العنوان انت بعد ندبر له اسم كيش باش نعمل مونتاج انمي باش نحكيو على كيفاش تعمل فيورز في تونس على كيفاش تطلع الفيو نتاعك بيه اول حاجه نفرضوا لي انت يوتيوبر كفاينر برودكاستر ولا جيمر هبطت تبت فيديوهات معناها المهم تبت فيديو على الشين تاع اليوتيوب نتاعك بيه اول حكايه لكن انت اشتبت شي الفيديوهات لكن معناها باز اذا كان انت عندك شين يوتيوب براك تخطف فيديوهات باش تلوج على الفيو ولا تلوج على السابس هذوما الحاجتين اللي ديما نلوج عليهم ديما اي يوتيوبر ثاني حاجه اذا كان انت بالرسمي معناها تلوج على الفيو كل شيء تهبط لي تهبط فيديوهات كل يوم تقول باش تو نزيد معناها السابس نزيد اول حاجه باش نعطيك حاجتين الحاجه الاولانيه اذا كان باش تبتدي الفيديو كل يوم مش باش تلقى فيو في الفيديو اللي قبل نفرضوا انت في ال 24 ساعه في ال 24 ساعه في 24 ساعه تجيب فيها 500 فيو نفرض واحد نفرض بار اكزومبل معناها قلت مش بالرسمي تجيب 500 فيو به 500 فيو كنا نعملوهم نهبطوا فيديو مثلا انت جيت هبطت فيديو جبت 500 فيو وغدو باش تعمل فيديو اخر وانت في 24 ساعه تجيب كان 500 كهو بين معناها بالطبيعة بعد تزيد 44 ولا 30 ولا ما عرفتش اي حكايه المهم نحكيوش عليهم هذوكم نحكيو جزء على الحاجه هذيا فين وصلنا فين باش انت تهبط فيديو ودبر 500 فيو به انت جيت باش تغدو باش تجيب فيديو اخر ودبر 500 فيو اخر بالطبيعة المشاهد ولا المشاهد بالطبيعة اللي معناها يتفرج ولا اللي تبع فيك على الشين يوتيوب نتاعك مش يتفرج على الفيديو نتاعك القديم انت ماذا بين تفرجوا على جديد ديجا بتعرف التوانسه كلنا نعرفوا التوانسه مع بعض باش نعطيكم حل تحفون برشا انت تهبط فيديو في 24 ساعه تجيب 500 فيو نفرضوا انت في 48 ساعه تهبط فيديو معناها كل نهارين فيديو كل نهارين انت كل نهارين 500 معناها انت في 24 ساعه 500 فيو 500 فيو زيدها 500 اخرى تجي 1000 1000 في تونس حكايه باهيه برشا ديجا تعرفوا انتم اللي برشا يوتيوبرز يلوجوا على 1000 فيو حاجه عاديه باش بيجي حد يخ باش يقول لي اش بيه هذه معناها يشجع في اليوتيوبرز التوانسه باش يهردوا بعضهم ولا كيفاش مش يشجع فيهم باش يهردوا بعضهم جست عطيتكم معناها حل باش تجيبوا معناها فيوز نحكي على اليوتيوبرز الصغار بالطبيعه ماذا بيك ديما كتبت فيديو في 24 كيف انا مثلا هبت فيديو في 48 ساعه يعني كي تجيب باش تهبط فيديو تهبط فيديو في 24 ساعه تجيب 500 فيو تخلي نهارين ثلاثه اربع ساعات تبقى بالشهر تخلي نهار نهارين باش يجيب معناها الفيديو اللي مازلت كبط معناها عندك نهارين يجيب الفيو نتاعو باهين مليقلين زاد باش يجيب برشا عباد باش يقول لي اش بيك اش بيك هكا تحكي تو انت طب بلي بلي انت تحكي كيما تقول انت كل نهارين فيديو باش بيك اليوتيوبر اللي برا عنده 12 مليون ولا قداه ويهبط كل يوم فيديو يوصل حتى اربع فيديوهات في النهار علاش يا شيخ يا اخي هاد الدرجه معناها تحبوا بسيف ما تحبوا كل شيء بسيف تما صحاح كل شيء بسيف صحاح كل شيء بسيف يدي يدي كسل حال بوندي في الرياكسيون هذه باش تزني نعمل هكايا معناها نقدم انت معناها بيض قلت فما بيض كما قلت انا معناها باش يقولوا شبيم يوتيوبرز اخرين معناها من برا شبيم يهبطوا اربع فيديوهات في النهار يوصلوا بدرقاش من فيو يجيبوا به اول حكايه انت قلت فمك اللي 12 مليون واحد معناها عنده 12 مليون سبسكرايب واون بليس هو من اوروبا معناها من برا فهمتوني مش تونسي كيف انا معناها التوانسه تلقى واحد يوتيوبر كبير جديد مثلا يوتيوبر جديد عنده 100 سبسكرايب يحب يدبر على سبسكرايبرز يحب يدبر فيوز يبدا يهبط في فيديوهات باش يجي باز باش يجي حد يخ باش يقول له هكايا هيتر كما نقولوا نحن الظلام فاش تعمل يا اخي هذيك الخدمه هذيك انت بر 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 بطل يوتيوب بر بطل يوتيوب بدي انت مش بتاعك يا دي كسلح لك بر انت بر بر تويتر كيف انت بدي اسمعني اسمعني تفضح في روحك راك انت هكا تفضح في روحك راك هكا تفضح في روحك انت بر رسبيحك ماكش على يوتيوب راك يدي اسمعني اسمعني اسمع اوه سبا بغيز انت مش بتاع يوتيوب يا دي بر قص افسخ شين تاع يوتيوب بتاعك بر افسخ فيديو بتاعك بر تي برا لو واحد يغلط فيك الصبيح تي برا تي برا شنو هذا الحاجة تو باش عندنا فيو انا جوست باش نقولكم على فيو باه فما حاجة أخرى باش تزيدلكم فيو كلي بالضبط معناها في الفيديوهات نتاعكم باه تو كي تجي باش تعمل مونتاج في ابلود للفيديو في اليوتيوب نتاعكم في شان يوتيوب باش تلقاها باز بلاصة فين تحط النيم بلاصة فين تحط ديسكريبسيون بلاصة نوت فين تحط تاكس فما برشا ما تعرفش التاكس هذوكم يزيدوك برشا فيورز التاكس هذوكم انت اذا كان باش تكتب تاكس نقول نحن تكتب عزيز الدون في التاكس النوت هذوكم بتبيعوا تقام هنا كنكي هنا بيه في البلاصه هذيك باش تكتب مثلا عزيز الدون واحد يكتب الفوق عزيز الدون في الريشيرش تاع يزمو يقعد نهارين باش يخطاك زادوك ثاني يكتب عزيز الدون في الريشيرش تاع اليوتيوب باش يلقى الفيديو هذاك باش يلقاه قدامه معناها هذاك باش يكتب التاكس ويكتب اي حكايه نكتبها انا في التاكس هذيك يكتبها في الريشيرش تطلع هي بيت من حاجه تبغى تجي تدبر منه فيو مثلا تعمل تونيزيان تيليكوم اريد اي حكايه المهم تكتبوها يتخلي العبد هذاك معناها كي يدخل للبلاصه هذيك للريشيرش
يدب معناها يشوف فيديو نتاعك معناها اول فيديو نتاعك انت يشوف ولا ثاني فيديو ما مش تطلع معناها ثاني فيديو ولا ثالث فيديو خاطر التونسي بالطبيعة باش المهم كانت هذه معناها كيفاش تدبر فيوز في اليوتيوب معناها ما تقولوش هذاش بي معناها يحب يوخرنا معناها في اليوتيوب وقص كيفاش يحبنا نهبطوا كل نهارين فيديو بتشنو ولا ليه جوست اعطيتكم رايي وكهو اعطيتكم كيفاش تعملوا فيوز معناها من التاكس دعم نحط لكم لوطة في الديسكريبسيون معناها فيديو اخر يوريكم كيفاش تجيبوا فيوز ما اكثر اما مجتمع معناها بعد نهارين بطبيعة سو اذا كان عجبك الفيديو تحب نكمل فيديو كيفنا كيه جوش باش تعملوا لايك شير سبسكرايب كومنتير لوطة شير الفيديو and two.